إذا عند تحميل اللعبة سيتم اعتقال الأنشار بهذا الشكل، نتركه بهذا الشكل حتى تنتهي تحميل اللعبة. طبعا اللعبة حجمها تقريبا كما قلنا في البداية. إذا طريقة تحميل ألعاب ستيم ستجدون رابط الشرح بالفيديو أسفل يعني هذا المقطع. إذا هنا نترك اللانشر، بعد ذلك ندخل اللعبة مباشرة كما ترون معنا هنا يتم الدخول حاليا. ننتظر قليلا في هذه النقطة طبعا، وهذا يعني التحميل سيأخذ معك وقتا عندما تدخل أول مرة إلى اللعبة، لذلك عليك أن تنتظر. قد تنتظر نصف ساعة تقريبا أو شيء من هذا القبيل على حسب يعني قوة جهازك. المهم ستنتظر هنا قليلا، بعد ذلك سيعطينا هذا المكان. ثم في هذا المكان سنضغط على إنشاء الحساب نيو أكونت. سنضغط نيو أكونت في هذا المكان مباشرة، سيأخذنا إلى الموقع. ننزل إلى أسفل الموقع هكذا أو إلى الأعلى ونضغط لوجين. نضغط لوجين هنا، إذا سيعطينا صفحة، ثم نضغط ريجستر أو نضغط هير، كلمة هير هنا. ثم هنا نقوم بملء البيانات، اسم الحساب ثم كلمة السر بطبيعة الحال، بريد الإلكتروني، إذا اسم الحساب ثم البريد الإلكتروني ثم كلمة السر، ثم نضغط ريجستر أكونت يعني التسجيل. سيعطينا نقوم أيضا بملء البيانات. مبروك عليك، تفعيل الحساب سيكون عليك تفعيل الحساب هكذا. إذا عندما تدخل يعني مرة أخرى كي تدخل اللعبة سيعطيك بأنه هذه المشكلة يعني هذه الرسالة، والآن سوف أعطيكم حل لهذا المشكل وبالتفصيل. إن شاء الله تحل معك المشكلة وتلعب اللعبة بنجاح. يمكنك أن تقوم بتصوير هذا الخطأ وهذه الصورة بالضغط يعني زر إمبريمونت يعني الطباعة، أو باستعمال برامج كما قلنا. إذا نتجه إلى نفس الصفحة ونضغط هيلب أو مساعدة، وهنا نضغط نيكست عند أسفل السبورت كلمة الدعم، ثم سينقلنا إلى هذا الموقع يعني نتجه في هذا الموقع كذلك. نضغط ريجستر في هذا المكان، وإذا نضغط ريجستر مرة أخرى هنا يعني التسجيل، ثم ملء هذه البيانات، اسم الحساب ثم البريد الإلكتروني وتكرار البريد وكلمة السر، ثم أكرر كلمة السر هكذا كما ترون معنا في الصورة، ثم نضغط ريجستر للتسجيل. ثم في هذا المكان علينا تفعيل الحساب، سيكون تفعيل الحساب. هذا حساب خاص بالدعم للتواصل بالدعم كي يتم حل المشكل. هناك دخول الجيميل البريد الإلكتروني الخاص بك يقوم بتفعيل الحساب. إذا يتم الدخول الآن وهكذا، هنا اختر رقم هاتف لتأكيد الدخول، وهكذا يتم الدخول. الآن مباشرة سوف نجد رسالة من موقع جيم فورك سيبورت يعني فريق الدعم، ثم ضغط على الرابط الأزرق. إذا هكذا ضغط لفتح الرسالة أولا، ثم ضغط على الرابط الأزرق لتفعيل الحساب. ثم الآن تم تفعيل الحساب، أدخل هنا سيأخذنا إلى الموقع. نقوم بالدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر سجلنا بموقع الدعم، ثم هنا أختار كونتاكت سيبورت للتواصل مع الدعم، والخيار الأول جيم أو بورد تختار. ثم نقوم بملء البيانات حسب كما طلب الفيديو. إذا نختار اسم حسابك ثم البريد الإلكتروني إلى آخره، ثم تنسخ هذه الجمل التي كما تراها بالفيديو. مثلا إذا كنت لا تستطيع أن تعدل عليها فلا مشكلة، أن تقوم بنسخ نفس الكلام أو تكتب نفس الكلام وتضعه لهم في هذه الخانات هكذا. ثم هنا تختار بالأسفل choose file، تختار الصورة، صورة الخطأ، أو يمكنك إعطاء ملء البيانات. إذا أعطوك يعني ملء البيانات بهذا الشكل، تختار هنا account band كما ترى هنا بالصورة كي يعرفوا الخطأ بالضبط، ثم اضغط choose file من أسفل كما ترى هنا في المربع الكبير أو المستطيل. وضعت الرسالة التي فيها مرجوفة يعني الحظر عن الحساب، فهو يعني حساب ليس فيه أي مشكل. إذا طبعا أقوم بملء الأشياء هنا حسب أداة، نموذج آخر من طبعا ملء
إذن هكذا أقوم بتعديل عليه بهذا الشكل، وأقوم بالكتابة هنا. إذن الرسالة طبعا الحال الرسالة يعني بمعنى آخر، هنا أكتب أضع الرسالة بهذا الشكل، ثم ضغط choose file واختار صورة الخطأ. عليك أن تلتقط صورة الخطأ. إذا نضغط إلى Paint، نذهب إلى برنامج Paint يوجد في جميع الحواسيب، ونضغط Paste كي نقوم ب يعني حفظ الصورة، صورة الشاشة التي حفظناها من اللعبة. هكذا نضغط Paste أو كولي حسب لغة جهازك. والآن نقوم بحفظ الصورة على الجهاز بهذه الطريقة، فقط لأخذ صورة يعني الشاشة صورة الخطأ كي أرسلها إلى فريق الدعم بهذا الشكل. إذا قمت باختيار الآن الصورة في هذا المكان choose file، اخترت صورة الخطأ، دعنا اختارها مجددا، ها هي مثلا هكذا، ثم اضغط submit أو يعني إرسال هكذا مثلا. يقول لك لقد تم يعني تلقي رسالتك بنجاح، عليك أن تنتظر من يومين إلى 3 أيام حتى يجيبوك على الرسالة، لكنهم سيجيبونك بلا شك وسيتم فك المشكل. طبعا وهذا نموذج آخر باللغة الفرنسية إذا كنت تتواصل معهم باللغة الفرنسية، لأن هناك في بعض الأحيان يعطونك أن تختار اللغة يعني فوق الموقع أو بالأسفل تختار اللغة التي تريد أن تتواصل بها مع فريق الدعم. طبعا لا توجد العربية، فقط الفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى. إذا يمكنك أن تكتب كما في الفيديو مثلا أنا هنا، ثم تضغط choose file، أختار الصورة الخطأ كما قلت لكم منذ قليل، ثم تضغط envoyer مرة أخرى يعني باللغة هكذا مثلا. لأن في بعض الأحيان طبعا يتأخرون، طبعا التأخير لديهم تأخير في الرد على الرسائل، يأخذون 3 أيام ولكن سيردون على، هذا هو الشيء المهم جدا، أنهم يردون في النهاية. بعد يومين أو 3 أيام سوف تجد الرسالة، عندما تضغط عليها وتفتحها ستجد جواب أسفل بالأسفل هنا، كما ترى الجواب يظهر أسفل رسالتك في هذا المكان. إذا كل ما عليك هو أن تتحلى ببعض الصبر وتنتظر أن يجيبك فريق الدعم. يعني 3 أيام أقصى، يعني 3 أيام سيجيبونك، وستوف تتلقى إشعار الجواب في البريد الإلكتروني أيضا الذي سجلت به في موقع فريق الدعم. وكما ترون هذا هو الجواب، وهو يقول بأنه تم حل المشكلة عندي هنا. إذا على بركة الله ندخل الآن لحسابنا ونتحقق هل حقا تم فك هذا المشكل. طبعا إذا سوف أدخل بنفس الحساب الذي رأيتم رسالة الخطأ منذ قليل فيه. إذا ندخل كلمة سر حسابي بهذا الشكل كما ترون، ثم أوكي، ونحن قد دخلنا الآن بنجاح. أدعم السيرفرات الموجودة، سبق لي واخترت هذا السيرفر، السيرفر هذا. إذا أضغط أكسبتي هنا. إذا قمت باختيار سيرفر ستروم وينج، ألعب في هذا السيرفر. هذه هي شخصيتي، اسميتها ياسر. ما رأيكم بهذا؟ لقد بدأت في يعني بدأت للتو باللعبة ليفل 10. إذا أقوم الآن بإنشاء الشخصية، عليك اختيار بين شعبين اللذين يحاربان بينهما، الأسموديين والإليوس، وهم شعبين يقاتلون يعني يقاتلان بينهم، والشيء واضح يعني من فقط النظر إلى الشعبين، هناك شعب الأخيار وشعب الأشرار. إذا لدينا المحارب والمحاربة، يعني التخصص الأول، التخصص الثاني النينجا ذكر وأنثى، طبعا دائما معروفون بالسرعة والخفة. ثم لدينا الساحر والساحرة، الضرب من بعيد مع تعويذات مهلكة، هذا أسلوبهم دائما. ثم لدينا الشيخ والشيخة، طبعا مهمتهم الدفاع عن الفريق وشفاء أصحابهم. ثم لدينا المهندس والمهندسة، تخصصهم الأسلحة السحرية، يهتمون بالتكنولوجيا كثيرا، هذا واضح أيضا مما يملكونه من الأسلحة. ثم لدينا الموسيقي والموسيقية، تخصصهم إلقاء لعنات خطيرة وشفاء أفراد الفريق، مهمون جدا. ثم لدينا الآن شعب الألوس، لهم نفس التخصصات كما نرى، نفس التخصصات في كلا الشعبين، كلها نفس التخصصات، ليس هناك يعني تغيير
في ليس هناك أي تغيير. إذا نجرب شخصية فتاة نقوم بالتعديل عليها كما ترون. أيضا فيها شخصيات مثل الأنمي كما ترون هنا، يعني شخصيات رائعة جدا وجميلة يعني بصراحة يعني كما ترون. ثم إذا أختار هنا نبرة الصوت، هذه يعني تختار نبرة الصوت في هذا المكان. ثم هنا نأتي إلى اختيار الشخصية كما ترون هنا، تختار النموذج الذي تريد أن تعدل عليه. يعني إذا كنت يمكنك أن تختار في هذه الخيارات، يعني تختار وجه أو تختار الوجه الذي تريد أن تعدل عليه. يعني هذه فقط بعض الأوجه يعني الجديدة. يعني هناك أوجه أخرى سوف أنتقل إليها الآن. دعنا نكتشف أولا. انظر، جميل جدا، يعني مثل أن شخصية الأنمي الشعر يتحرك مع يعني الهواء الرائع جدا. جميل كما ترون، يعني شيء جميل صراحة. انظر إلى هذا العرض، واو رائع. وانظر إلى هذا المكان وهذه الجميلات. في هذا المكان لا يتغير فقط الرأس بل الجسم كله يعني يتغير مع الاختيار. طبعا الآن ننتقل إلى التعديل الآخر بالضغط هنا. ثم هنا انظر كم من اختيار لديك هنا، الكثير من الاختيارات لتختار بينهم. تختار الوجه الذي تريد أن تعدل عليه أو تتركه كما هو. إذا كنت لا تريد أن تزعج نفسك في التعديل فتختار فقط واحد من هذه الأوجه ويعني وتلعب به. إذا أنا سوف أختار أحد الأوجه لأقوم بالتعديل على يعني ذلك الوجه حتى يكون لنا شخصية يعني خاصة بنا حسب اختيارنا وحسب demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. إذا انتهينا من التعديل. انظر إلى هذا بعد الكثير من التعديلات. ثم الآن نجرب شخصية الولد كيف ستبدو الآن. هذه هي الخيارات. يمكنك صنع شخصية غريبة جدا في هذه اللعبة. انظر. يا إلهي، جسمه كم هو عريض جدا ومستطيلي كما ترون. هنا تختار الأوجه ونقوم، دعنا أولا نختار له جسم مناسب قبل أن نقوم بالتعديل عليه أكثر. هذا يبدو لي أفضل. ثم هنا هذا غريب، انظر إلى هذا طفل. حتى أطفال صغار يمكنك أن تصنعهم في هذه اللعبة. انظر، طفل صغير، يا إلهي، أو عملاق كبير، أو طفل رقيق جدا، أو قزم، أو طويل ورقيق جدا، وما هذه الرقة، وأيضا أشكال غريبة جدا.
أشكال يأجوج ومأجوج يا أصدقائي. هذه اللعبة فيها تعديلات خرافية جدا، يمكنك أن تجعل رأسك كبير أو صغير جدا. إذا أترككم مع باقي التعديل. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. انتهينا من التعديل. الآن نضع اسم الشخصية بالأعلى، نكتب هنا اسم الشخصية في هذه المربعة، أضغط تشيك نيم لتفقد الاسم طبعا إذا كان ثم أضغط كريكت كاركتر، يعني إنشاء شخصية. إذا هذه الشخصية التي أنشأناها، إذا بهذا فقط نضغط ستار للدخول إلى اللعبة وتختار كود لحماية حسابك. من الأفضل أن تختار كود سهل جدا حتى لا تنسى بسهولة. يعني إذا نختار كود، وإلى اللقاء يا أصدقائي في الحلقة المقبلة. لا تنسى ضغط لايك واشتراك الفيديو. شكرا لكم.